واخيرا نشرف عزيز. مساء الخير عزيز، واش راك خويا لاباس؟ هاك بخير الحمد لله. اذا نعرفوك للمشاهدين. طبعا عزيز هو هذا الشاب الجزائري اللي تكون في هذه المهنه لمده 6 اشهر كامله في مركز تكوين مهني تابع للدوله، الدوله لانه تشجع كثير التكوين للشباب، اليس كذلك سي كمال؟ يلا قلنا كمل 6 شهور ستاج تاعو، بصح كي كمل ستاج واش لازم له؟ لازم له يخدم عزيز. خيط خميا، لذلك حنا اليوم رانا عند خونا كمال. هكذا كمال، تفضل معنا. اهلا وسهلا. بون كمال، كمل الانستالاسيون تاع القرعه تاع الغاز، يعطيكم الصحه. خدمتكم تعب بزاف ومتقونه بالاخص، يعطيكم الصحه. دونك كمال خويا، قلنا عزيز راهو ان شاء الله اليوم بين يديك، ان شاء الله. على ست شهور باش يكون معكم اليوم وينضم للفريق. تفضل معنا خويا. عز واش تقول له كمال؟ مرحبا بك عندنا هنا مؤسسة ميدونا كمال. انا ماذا بينا الواحد الحلم تاعو انه كما قالوا ناس بكري كل وكل. انا الواحد ديما يتفكر كيف كان، ماذا بيا خويا شاب كيما هكذا، انا نمتصه من الشارع نربح فيه جهة ربي، وثانيه يعاونني او يخدم ويتعلم ميتي، انا نخدم وهو يخدم، هكذا نتعاونوا كل، والحمد لله يا ربي. خير مثال عندي هذا عصام، عنده 3 سنوات، 3 سنوات هو عندي هنا، الحمد لله يا ربي. دروك هاك شفتوا الحمد لله قدامكم، جيتوا في وقت متوخر والحمد لله يا ربي. ليه ما بداش طول ديريكت هكذا، خاطرش الواحد قاسه وشاف حوايج كما هكذا. هاد الدنيا هذه ماناش دائما لا ليا لا لواحد اخر. خيرت هذا الموقع لانه الميتي هذا كانت البلديه تاعي امس الحاجه ليه. كنا نديبلاصو انايا الموقع تاع البلديه تاعي، انا مقر الدائره عندها 4 بلديات، ما كانش هذا التخصص هذا في هذه المنطقة. كمال قبل الفكرة اللي عرضناها عليه وقبل بعزيز اللي ما ضيعش الوقت وبدا مباشرة يوريله الأساسيات قبل بداية العمل. عزيز مبدئيا أي واحد كيجينا جديد أنا ولا واحد أخر الورشات وكل ما يقدرش يعطيه ديريكت يخدم، لازم يوقف معاه على الأقل أسبوع اسبوع يوري له واش كاين واش كاين. هي الامور اكل الاولى اللي يبدا بها، لازم انا كيما انا صاحب ورشه لازمني معامله تاع الزبون. الزبون هي الاولى، احترام في الورشه. الزبون كي يجيك لازم تحترمه، تعرف كيف تهضر معاه. كاين خطر الشعر الزباين هذوك، خلينا يجيك واحد مقلق يجيك ماكش عارف، لازم هذه لازم. ثانيه معايير امن السلامه، السير غاز هذا واعر فيه امور، فيه فويت، فيه ذيك قدر الله. هي الفويت تاعو كان قدر ربي يقيس جسم الانسان يصيبو بحروق متفاوت خطوره، لازم يكون الهندام تاعو واقي وعد عن درايه عن درايه. هدا امور هي فيريفي بعقله ويشوف بعينه من بعيد يمس يعرف كيف هي الامور هذه. لازم تنصحوا هذه الامور اولويه، الامن والسلامه في اي مجال، في داركم في داركم لازم القواعد هذه تقلد بها عليها تنفعك. ومن بعد بشوي بشوي بشويه نبداو نختبروا فيه، قال نرافقوه دير هذه ما ديرهاش، هذه ما ديرهاش، بشوي بشوي ان شاء الله يولي مركب كيما انا ولا خير مني. كيما انا ثاني كنت ما كانش ما نعرفش وعلموني، هو ثاني كيما هكذا، وهذه سنه الله في خلقه. ومرحبا به هو ولا غيره، اي شاب حاب يخدم اهلا وسهلا به. كربراتور، هذه كربراتور ماشي اكسيو كيما هذيك الكليو. كربراتور هذه نثقبوا لها هنايا في الكربراتور، هذا مش عندها مشكل. دوك قال لك ماهيش طوموبيل، ماهيش تيري لي، قال لك ماهيش تيري لي، والطوندور تاعي قلص. واش تفيرفي انتيا مبدئيا واش تفيرفي؟ الطوندور قلص وشني عنده السبال، شني اللي تقلص؟ تقدر تفهمه عصام كيما علمت خويا. عزيز تكل على ربي وبدا الخدمة، والملفت في الأمر أنه شاطر ويتعلم بسرعة، وهم شيء المعاملة الجيدة مع الزبائن. هكذا دوك هكذا تقدر تتبع مبدئيا، كاين حوايج تجبدهم من الخبرة وكاين حوايج تتبعهم مانيير. قادر ما يجبدهم تجبد، تلقى فويت هنا خفيف يولي الطوندور هي هاوي يقلصو وما يفوقش كيما هذا، وعنده الديرات تاعو هذه مقطعة. هذا هو المشكل تاعو، ديرات تاعو على بالوش بها مقطعه، مضيع له منه، هاو ديرت له المشكل تاع تقلاص تاع طوندور. هذا السيستم كربراتور.